مقام أبي زمعة البلوي الصحابي الجليل الذي بايع الرسول الأكرم في صلح الحديبية، ودخل إفريقيا في جيش مع عبد الله بن حديج، واستشهد على مشارف القيروان. هو عبيد بن الأرقم، واحد من الصحابة الأجلاء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو زمعة البلوي شهد بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر من أهل الرضوان الذين نزلت فيهم الآية الكريمة وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا المقام الرفيع خلى أبو زمعة البلوي يكون من أصحاب الشأن في التاريخ الإسلامي. جاء إلى هذه الربوع في عام 34 هجري خلال حملة عبد الله بن حديج، وفي خلال تلك الحملة استشهد أبو زمعة البلوي. وللمقام مكانة روحية ودينية في المجتمع، ويحضر كصاحب فضل في الذاكرة الشعبية. أولاه حكام تونس عبر الأزمنة أهمية خاصة، وحظي بعمليات صيانة مستمرة حفاظا على هندسته المعمارية الفريدة. هذا المقام لم يكن هكذا في البداية، إنما وقع بناء هذا المقام في شكله الأولي في الستينات القرن 17 مع حمودة باشا المرادي، ثم وبعد ذلك في ثمانينات القرن 17 حفيد حمودة باشا المرادي وهو محمد باي المرادي هو الذي أتم بناء هذا المقام في شكله الحالي كما نراه. إضافة إلى الجمالية، فهو يجسد بوضوح المدارس المعمارية التي مرت بالقيروان. فهذا كل هذه العوامل جعلت من هذا المقام صاحب شأن، وجعلت من هذا الصحابي صاحب جاه، لذلك يلقبه أيضا أهل القيروان بصاحب الجاه. ويعد مقام السيد كما يلقبه أهل القيروان رمزا من رموز المدينة، ومزارا دينيا وقبلة سياحية على مدار السنة، خاصة خلال شهر رمضان والاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.